الله وبركاته. هنا تلموس الحسن بدوار وزليم تلوات جماعة وقيادة تلوات عملت ورزازات وجهوا ندائي إلى الغيورين على هذه البلاد، يعني المحسنين والمحسنات. والحمد لله بلد المغرب يتميز بالعمل الجمعوي، وهذا النداء الذي سوجهه إلى المحسنين والمساهمة معنا في هذا المقر السوسيو الثقافي لدوار. كاين مجموعة من الشباب عندهم طموحات وعندهم يعني أفكار يريدون الخير للساكنة، بحكم أن الساكنة ناس ضعاف مساكن الله يكون في العوان، ولكن الطموح ديالهم كبير، واخا هما ضعاف ومساكن ولكن الطموح ديالهم كبير إن شاء الله. وكنوجه النداء ديالي للمحسنين في هذه البلاد يساهموا معنا في هذا المركب السوسيو الثقافي، ومساحته الإجمالية هي ما يزيد على 400 متر مربع، وأشرنا فيه إلى عدة مرافق كمحاربة الأمية، روض الأطفال، المكتبة، يعني قاعة الأفراح، قاعة الحفلات، يعني ما يخص تعليم أو تنمية المرأة القروية مثلا، منتوجات البلاد كالنسيج وغيرها من منتوجات البلاد. وكل هذا ما نريده هو إلا التقدم والرخاء لبلدنا المغرب كافة. لهذا أوجه ندائي إلى المحسنين أن يساهموا معنا في هذا المركب السوسيو الثقافي لإخراجه إلى الوجود، ونتمنى إن شاء الله الخير، وشكرا للجميع.